رمضان أهلا مرحبا رمضان. ازيك يا قلب اختك؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير وصحه وسلامه، سنه سعيده علينا يا رب العالمين، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه ان شاء الله هلول شهر رمضان كده علينا، ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وانت راضي عنا يا رب العالمين. النهارده يوم بقى طويل وجميل وفي كل حاجه انتم بتحبوها ان شاء الله. عايزه الفيديو ده يتفجر لايكات وكومنتات ايجابيه، بحبكم قوي قوي كده. انا صورت معاكم من اول اليوم اللي هو كانت الساعه 7 صباحا، وخدت اولادي وخلاص كده رايحين ان شاء الله، وصل مريم وزياد للمدرسه ووصل ياسين. هنا بقى السجاد اللي انا كنت عاملاه معاكم الروتين اللي فات طلعته، مستنيه الراجل يجي ياخده عشان يغسله لي في المغسله. وهنا بصبح عليكم، صباحكم خير وصباحكم فل وصباحكم عامر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا يجعل ايامكم كلها بركه وفرحه وسرور بحق الصلاه على الحبيب المصطفى. هنا بقى نزلنا بقى كده الشارع ورايحين على الحضانه. طبعا كان ياسين ده اول يوم ليه حضانه، فما كانش معاه كراريس. عديت بقى على المكتبه، اشتريت له كراسه مربعات وكراسه انجليزي وكراسه 9 اسطر، وجبت له كمان برايه واستيكه. بوري له بقى عشان اشجعه، لاني هو بقاله فتره اصلا كان قاعد مع اخواته اجازه نص السنه، فعلشان تاني تيجي ترجعيه الحضانه لازم تاهليه وتحيليه، وربنا يصلح حالهم يا رب العالمين. وهنا جبت قلم لزياد وجبت قلم وبرية لمريم، وخلاص ياسين وصل الحضانة، وكنت عمالين نحايله وعمال بقى يلعب في الحضانة مع أصحابه، والحمد لله ما عيطش ولا أي حاجة. ونزلت بقى على السوق طبعا بعد ما وصلت بقى ولادي كمان المدرسة، وصلت على السوق قلت اشتري شوية خضار، لقيت الأسعار ايه فوق الخيال بجد حرفيا. ورجعت يا بنات على طول، واول ما رجعت بقى حبيت افرجكم الحاجه اللي انا اشتريتها سريعا كده عشان احنا هنفرزها مع بعض في نفس الفيديو. عايزه اقول لكم ان الاسعار غاليه جدا. طب انت عملت ايه يا نوجه؟ كل اللي انا عملته يا قلب اختك ان انا اشتريت شويه حاجات، مع كل نزله هنزلها اشتري شويه حاجات وافرزها، لان انا ما ينفعش زي كل رمضان انزل اجيب كميات مثلا 3 4 كيلو بسله يكفوني رمضان كله. لا بصوا انا عملت ايه، انا جبت كيلو من البسله وعليه نص كيلو من الجزر. لما بقى يعني انا افصصها وانضف وكده هيطلعوا في الاخر كيسين يعني، بس مش مشكله يعني ايه، ان شاء الله اذا ربنا كرمنا انزل اجيب تاني. انت فاهماني؟ حاولي تمشي بيتك وتعملي فوق تفريزاتك وفرحي نفسك وفرحي بيتك وفرحي ولادك، بس على قد مقدرتك على قد مقدرتك. انا جبت اول حاجه يا بنات كيلو من البسله ونص كيلو من الجزر. جبت ايه تاني يا بنتي يا نوجة؟ جبت نص كيلو من الفاصوليا تمام، وهي حطت لي عليه الخيار كمان، وجبت كيلو من الخيار. بس يا يونس، جيت لقيت يونس صاحي وماسك التليفون بيلعب بيه. جبت كيلو من الخيار تمام، الخيار ده بقى مش للتفريز، ده دلوقتي يعني هناكله الولاد بيحبوا الجبنه بالخيار جدا. وجبت ايه، نص كيلو بس من دي بسله اسمها فاصوليا، انا بتلخبط فيهم على فكره. تمام، جبت نص كيلو بس هنضفه وهنفرزه وهوريكم برضه بفرزه ازاي. تمام، جبت ايه تاني يا بنتي يا نوجة؟ جبت كيلو من القلقاس. تمام، جبت كيلو من القلقاس بفرزه بيبقى حلو جدا، وجبت معاه السلق بتاعه. تمام تمام، جبت ايه تاني؟ جبت ايه ده؟ وجبت ليمون هفرزه، هقول لكم انا بفرزه ازاي. الليمون النهارده يا بنات عامل 16 جنيه. انا ما رضيتش اقول لكم الاسعار دي عشان كل مكان بيبقى ليه اسعاره، ومش ناس كتير ساكنه جنبي هنا مثلا في شارع الهشام فيصل والكلام ده، بس الحاجات غاليه نار. انا جايبه نص كيلو من الليمون تمام، قالت لي احط لك بال 10 جنيه، قلت لها خلاص حطش الكيلو ب 16 جنيه، قلت لها حطش ب 10 جنيه، يعني دول ب 10 جنيه ليمون هنفرزهم، لان انا ما بستغناش عن الليمون في تنظيف الفراخ في السلطات في الحاجات، لازما معايا ليمون في رمضان، وفي رمضان عندنا ما بنلقاش الليمون. الخضره بقى يا حبايب قلبي، الخضره دي انا جايباها للمحشي تمام، وهفرزها معاكم واقول لكم انا بفرزها ازاي، لكن حاليا انا جايباها ايه؟ انا هعمل النهارده محشي. جبت حزمه نعناع جميله
نهاركم يجي على ايامكم كلها من نعناعه كده وفرحه وسرور وسعاده. اهو المعلم يونس لسه صاحي، تعالى جنبي هنا يا يونس، اقعد جنبي، قول لهم ازيكم يا اصحابي. عايز تاكل حاجه حمرا؟ المهم الخضره دي انا جايبها للمحشي والنعناع ده عشان اعمل شويه شاي. اقعد كده عشان تبان، اقعد عشان تبان، وشيل الكوخ اللي في بقك ده. جبت بقى هنا يا بنتي يا نوجة، جبت نص كيلو من الفلفل، جبت نص كيلو من الفلفل الرومي اهو، جبت كيلو من البتنجان، طلع الكوخ اللي في بقك، وجبت كيلو بتنجان ابيض هعمله النهارده، جبت نص كيلو من الكوسه حلوه وصبحه وسرحه اهي صحابي، ماشي اقعد هنا بقى عشان يشوفوا، وجبت كيلو من نص كيلو من البتنجان الاسمر، احنا بنحب البتنجان الابيض اكتر. تمام مش هطول عليكم، اروح اعمل المحشي واعمل التغذيه بتاعت المحشي. جبت ايه تاني يا بنتي يا نوبة بالشنط دي؟ يحشي ورينا، حاضر يحشي هوريك. جبت كانتالوب. تمام قلت بقى ايه؟ الله بصوا، جبت كيلو ونص من الكانتالوب. تمام قلت دول ب 20 جنيه الاربعه دول، يعني الواحده واقفه عليا ب 5 جنيه، هم اربعه كانتالوب اهو. تمام ب 20 جنيه، قلت بقى دول بفرزهم. بحب جدا اعمل عصير كانتالوب للولاد في رمضان، بيبقى حاجه سريعه كده، اطلع الطبق احطه اشفه، تعالى بقى اروح حطاه على طول، واروح ضربه بقى وسكر وبتاع، وبيبقى عسل قوي. جبت ايه تاني يا نوجه؟ جبت فراوله، الفراوله برضو ايه غاليه. تمام ب 17 جنيه، قلت لها حطيني ب 20 جنيه. تمام اهي الفراوله يا بنات، بس الفراوله حلوه الصراحه، تتفرز وجميله. طبعا هتقولي لي يا نوجه استنى عايزه تتغسل، هتغسلها؟ طب روح اغسلها. بصوا الفراوله حلوه ازاي وزي الفل. هتقولي يا نوجه ما استنيتيش ترخص ليه؟ اقول لك يا قلب اختك، طب هو في حاجه بترخص؟ ولو استنيت استنى قد ايه يعني؟ ما خلاص ده رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. فقلت اجيب ايه الكيلو ونص دول او بال 20 جنيه دول هفرزهم ايه معاكم. برده الولاد برده ساعات بيحبوا كوكتيل كده، ساعات بيحبوا عصير فراوله، فراوله باللبن كده بعملها لهم ساعات في السحور، بتعجبهم جدا زي الزبادو يعني. هنعمل مع بعض ان شاء الله بفضل الله، تعالى كده عشان الكاميرا لو سمحت. هنعمل باذن الله بفضل الله في رمضان هندمس فول، وهنعمل بليل. انا كنت عاملاها معاكم من روتينين كده او ثلاثه، كنت منزله طريقه الفول المدمس والبليله، ولكن ان شاء الله هنعمل حاجات حلوه جدا في رمضان، وهنعمل طريقه الزبادي. فاتمنى من رب العالمين لو انت لسه ما تابعتينيش تابعيني على البختي. جبت ايه تاني يا بنتي يا نوجه؟ عديت بقى على الولا حمو في السوبر ماركت، قلت له قلب نفسك بدل ما قلابه، قال لي ايه؟ قلت له عايزه اطباق من اللي هي دي عشان احط فيها، ما لقيتش طبعا، ما عرفتش اجيب منين الصراحه، فجبت منه الاطباق دي عشان انا بشيل فيها الفاكهه، اما الخضار انا بفرزه في الاكياس. هتشوفوا كل حاجه يا قلب اختك ما تستعجليش، يلا بينا نروح ننضف الخضار كله، هنضف الخضار وبعد كده هوريكم انا هعمل ايه، خطوات بسيطه عشان ما اطولش عليكم. كمان نسيت اوريكم يا بنتي اللي في الشنطه دي، جبت بقى ايه كيلو يستفنج حلو كده يستاهل بقكم اهو، خد وريهم الاستفنج هو احسن اوريكم. جبت كيلو استفنجي كان عامل 8 جنيه، جبت بال 10 جنيه استفنجي، بحبكم قوي قوي، وما تنساش تحطش اللايك. هات يا ولا خلاص هتقعد احطها في وشهم الاستفنجيه دي مبسوط فيها. بصي يا قلب اختك بالله عليك يا شيخه، لا تحطش لايك، وكل سنه وانت طيبه ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم، ربنا يبلغنا رمضان لا فاضلين ولا مفقودين ونحن في احسن حال. و يلا نروح نشوف الخضار بعد ما نضفته، وكمان هعمل المحشي سريعا، ولو حابين طريقه المحشي انا على طول بنزلها يعني، فمش عايزه اطول عليكم الفيديو. يعني هقوم اعمل المحشي وهسلق حته، عندي حته لحمه اهو مسلوقه، وبس كده هنضف الخضار وهوريكم انا هفرزه ازاي. هنا بقى يا حبايبي دخلت نضفت الخضار ولسه هغسله معاكم، فصصت البسله، عايزه اقول لكم ده كيلو بسله والله العظيم يعني طلع اقل من نص كيلو، يلا الحمد لله. عايزه اقول لكم الاسعار يا الله، نضفت الجزر ونضفت القلقاس ونضفت الفاصوليا، وجبت بقى السلق بتاع القلقاس مع الخضره اللي هو الشبت، ورحت كده عاملاه. وهنا بقى الكنتالوب، بحب افرز كنتالوب جدا، والفراوله علشان ولادي بيحبوا الكنتالوب والفراوله عصير. فانا طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني ان رمضان بيجي بخيره وبيجي ببركته وبيجي برزقه، والحمد لله يا رب، الحمد لله، لك الحمد ولك الشكر على النعمه والفضل اللي احنا فيها. بس عايزه اقول لكم ان الاسعار يعني مش زي كل سنه، السنه دي صعبه قوي قوي قوي
عايزه اقول لكم قسما بالله انا سالت على الفراخ ب 99 جنيه الكيلو، اللي هي الفراخ البلدي. انا ولادي اصلا يعني او احنا واخدين ان احنا ناكل فراخ بلدي، يعني كده بشتري فراخ بلدي، بحب بيحبوش الفراخ البيضه. تمام. رحت اسال لقيت كيلو ب 99، ما رضيتش اجيب. رحت اسال على اللحمه بقى، اللحمه اللي بقت فوق الخيال، يعني اللحمه دلوقتي اللي بياكل لحمه انت باشا يا باشا، والله كيلو اللحمه عندنا ب 270 جنيه، يعني يا رب لك الحمد. عشان تشتري 2 كيلو لحمه عايزه تاخدي كارد. ف يعني حلقه تفريزات اللحمه والفراخ ممكن تكون ان شاء الله يعني مش دلوقتي، يعني خلينا في الخضار. فانا اشتريت حاجات بسيطه زي ما انتوا شفتوا، ونضفتها وخرطتها، خرطت الفاصوليا والبسله، قصدي الفصفص يعني البسله، وغسلتهم كويس جدا. بحط طبعا شويه خل صغيرين مع اي حاجه بغسلها، حتى ايه الفاكهه. تمام. واشيل الاخضر بتاع الفراوله ده وانضفها تاني كويس، عشان الفراوله بيبقى كلها رمله. وغسلتها كويس، وجبت بقى الخضره بتاعت القلقاس بعد ما خرطت القلقاس، وهبدا كده ايه اعملها معاكم. انا حطيتها في الطاسه، وبعد كده اخرطها كده اي تخريطه كبيره صغيره مش هتفرق، كده كده احنا هنضربها في الكبه بعدين. تمام. انا بس ايه بخليها كده مقطعه علشان تبقى على قد ايه التقليبه، وهرفع كده من غير ما احط اي ماده دهنيه، وهرفعها تنشف الخضره. وبعد كده تعالوا بقى نجيب، جبت اللي هو الرول الاسترتش، وجبت الاطباق دي طبعا، عديت على جوزي جبتها والاكياس وكده. وعايزه اقول لكم والله العظيم التفريزات دي على قد القد، على قد القد. هتقولي لي يا نجا دي هتكفي الشهر كله؟ لا مش هتكفي طبعا الشهر كله، كل ما يبقى معايا مبلغ وانا نازله اجيب الغدا بتاع اليوم مثلا او كل اسبوع اجيب شويه حاجات وافرزها. تمام. من هنا لشهر رمضان هتلاقي بيتك كله خير. فانت ما تستقليش، انا يعني ايه ما تستقليش يا نجا، ايه ده معقوله؟ دول قليلين قوي. ماشي يا قلبي، كل واحد بيجيب تفريزاته او بيجيب الخزين بتاع بيته على قد مقدرته. يعني انت، انا مثلا قادرة اجيب كيلو فراولة ب 17 جنيه، انت ممكن بسم الله ما شاء الله تقدري تجيبي 5 6 كيلو. تمام. فمش كلنا زي بعض، انا حبيت ان انا اجيب الحاجة تمام وعلى قدي، واحدة واحدة، علشان لا اشيل جوزي هم، ولا بقى انا حاسه ان انا جاي على نفسي. وعايزه اقول لكم ان دي دخلت مدارس قسما بالله، الاسبوع ده مطلوب مني للولاد كتب خارجيه، الكتاب الواحد ب 70 جنيه، كان زمان بجيبه ب 45 جنيه. فالحاجه بقت غاليه اوفر اوفر قوي. طبعا بيت فيه 4 اطفال بسم الله ما شاء الله، 3 منهم في الدراسه، وطبعا مصاريف يونس لوحده اصلا كتيره برضو، حتى يعني يونس مش بيدرس بس ايه مصاريفه كتيره. فبصي يا قلب اختك، اما تشوفي مثلا قناه بتعمل تفريزات كتيره وكده، هي نوجه وكده، لا يعني معلش يعني تابعيني وحبيني على قد ما عندي. ربنا يزيدني ويزيدكم يا رب العالمين. واي حاجه انا بصورها لكم، وخلي بالكم والله العظيم انا مضغوطه قوي اليومين دول، وبحضر لحاجه كبيره جدا كبيره جدا جدا بالنسبه ليا، يعني ممكن الناس تشوفها عاديه بس انا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. مش قصدي التشويق والله، ولكن حرفيا انا فلوسي كلها ضايعه عليها. فطبعا دي اعظم حاجه وحاجه كنت بتمناها، فعمري ما استخسر فيها اي حاجه. فان شاء الله هتشوفوها وهنحضر مع بعض كل حاجه. فدي انا بعرفكم انا بفرز حاجاتي ازاي. ممكن انت تفرزي كميات اكبر بس انت عرفتي الطريقه، يعني طبعا باختلاف الكميات. انا هنا القلقاس خليته على كيسين تمام عشان يعمل طبخه. طبعا انا في رمضان مش بكتفي ان انا اعمل نوع واحد بس، يعني انا مش بعمل قلقاس بس، او ما بعمل مثلا فاصوليا بس او بسله بس، لا انا يوميا في رمضان لازم سمبوسه للولاد باختلاف الحشوه بقى، سمبوسه باللحمه المفرومه، سمبوسه بالجبنه، كده يعني فاهمني. جنبها مثلا طبق قلقاس، هتقولي ايه اللي جاب السمبوسه للقلقاس احنا كده يعني عادي، ايه اللي جاب مثلا اعمل، بحب اعمل رز بالبسله بيبقى حلو جدا. تمام. بحب ايه تاني، الفاصوليا كمان جبتها على كيسين، ساعات باخد منها اعمل شوربه خضار. ايه تاني يا ربي، الفراوله
كمان الفراولة بعملها كمان عصير للولاد، ممكن كمان في السحور اروح ضربة فراولة بالموز بالحليب، بيبقى زبادو جامد جدا وبيعجب الولاد جدا جدا. كمان باخد فراولة بعمل منها عصير للإفطار، مع بقى البلح والتمر والعرقسوس والصوبيا والحاجات الجميلة بتاعت رمضان. رمضان كله كله خير وبركة. هنا بقى انا بفرز الليمون بالطريقة دي وبيقعد معاكي اكتر من شهر في التلاجة قسما بالله زي الفل. المهم انا جبت ورق اللي هو الالمونيا ده، تمام، او القصدير مش عارفة الصراحة بتسموه ايه. كمان غلفت الليمونة كويس جدا ما يكونش باين منها اي حاجة. اي ليمونة طرية معاكي ما تشيليها ما تحطهاش، ده كده طبق الليمون. وطبعا ان شاء الله لما اجيب تاني هفرز تاني برضو ليمون يعني على طول كده. هنا بقى كانت الخضرة بتاعت القلقاس نشفت، وحطيت بقى قطعة زبدة كده، انا بستخدم في اكل زبدة فرن، وان شاء الله عندي حتتين سمنة بلدي كده، هبقى اوريكم انا بسيح السمنة البلدي ازاي وازاي بكتر كميتها ان شاء الله باذن الله. يعني كل فيديو هنزله لكم باذن الله هيبقى فيه حبه من تفريزات او تنظيفات او ترتيبات او مشتريات رمضان، لغايه ربنا ان شاء الله يا رب يرزقنا الشهر الكريم كده يا رب العالمين، وتقبل صيامنا وصيامكم وطاعتنا يا رب العالمين. انا دايما حطيت هنا الجزر بقى ايه ياخد كده سلقه، بحطه حوالي يعني 3 4 دقايق ياخد سلقه، عشان القلقاس ده انا بحب، قصدي الجزر، بحب اعمله لعصير البرتقال. هنا بقى جبت حوالي 10 فصوص من الثوم، تمام، وما هرستهمش ولا حاجه، حطيتهم على الخضره وهبدا اقلب كده. اول ما الثوم يبدا ياخد لون معايا هننقل بقى كل الحاجات الجميله دي في الكبه، تمام. انا هنا باخد بس ايه يعني ايه، لازم ان الخضره يكون لونها متغير زي اللون ده، وتكون الطاسه معاكي نظيفه وكل حاجه طالعه منها بالشكل ده، ولون الثوم معاكي لونه فاتح كده مدي اللون الذهبي، ما تسيبهاش لما تسود ولا قدر الله تتحرق عشان الطعم مش هيبقى حلو. بعد كده خدتها وضربتها في الكبه كويس جدا، و هاخد بقى الكميه الجميله دي هقسمها على كيسين. اي حاجه، بصوا انتوا هنا الخضره تحسوا ان هي سخنه طالع منها بخار، اي حاجه ما بدخلهاش الفريزر غير لما تكون بارده تماما. كل كيس هحطه على كيس القلقاس بتاعه بالشكل ده، او ادخله جوه كيس القلقاس، تمام. ودي بقى شويه التفريزات اللي انا عملتها معاكم، وتعالوا بقى نعمل تفريزات عصير البرتقال بالجزر. عايزه اقول لكم ان انا بعشق انا وولادي وجوزي وكلنا البرتقال بالجزر. بحب احط كميه برتقال قليله، تمام، مع جزر كتير، تمام. عايزه اقول لكم على طريقه حلوه جدا جربتها رمضان اللي فات وكانت خطيره. بصي يا قلب اختك، هتطلعي طبق البرتقال بالجزر ده، طبعا هيكون مفرز متلج يعني، سيبيه يفك شويه، تمام، وبعد كده حطيه في الخلاط، تمام، وحطش عليه حوالي لتر ميه، حطش عليه حوالي معلقتين من عصير التنج البرتقال. تنج برتقال كلنا عارفينه طبعا، او الفروتي، بس هو التنج احسن يعني، بالبرتقال، طعم البرتقال. واضربيه في الخلاط وحط شويه سكر ودوقي احلى برتقال بالجزر مركز، مديكي كميه كبيره يمكن اكتر من رطل ونص بيطلع من برتقانايه واحده وشويه جزر مسلوق، والولاد هيعشقوه عشق. وطبعا الجزر والبرتقال فيهم فوائد حلوه جدا، كمان فيتامين سي والكلام ده. فانا حرفيا بنعشق البرتقال بالجزر، وبحب اكتر الجزر زي ما انتم شايفين كده، عملت طبقين المره دي، وان شاء الله كل ما ربنا يكرمني هجيب تاني وافرز تاني. بس انا قلت لكم دي طريقتي في التفريزات، لسه في تفريزات كتيره ما عملناهاش مع بعض، وكل مره هغير الحاجه اللي انا بفرزها. يعني النهارده حتى لو المره الجايه هفرز زياده بسله وفاصوليا وكده، مش هجيب لكم الطريقه، انتوا عرفتوها. البسله والفاصوليا بغسلهم بس واسيبهم يتصفوا في المصفى، وبعد كده افرزهم، لا بحطهم في ميه سخنه ولا ميه ساقعه بتلج، وبيفضلوا معاكي قسما بالله في فريزر اكتر من 3 شهور، لونهم لا بيتغير ولا اي حاجه، بيبقوا محافظين على لونهم وجمالهم، ولا بسلق ولا بحط في ميه ساقعه ولا اي حاجه. ودي طريقتي في التفريزات، ويا رب تكون عجبتك، ويا رب يكون الحاجه انت حتى لو شايفاها قليله كتير، هم كتير دول غاليين قوي ما تعرفيش دول جايين بكم السوق. المهم وانا بعمل التفريزات كان عندي طبعا خلطه محشي حطيت جاهزه يعني، حطيت عليها الرز، ورحت بقى ايه منضفه الخضار زي ما قلت لكم، ورحت عامله كان عندي حته لحمه كده مسلوقه رحت حمرتها، وحشيت شويه المحشي، وعملت لولادي طبق لسان عصفور، وهنقعد بقى نتغدى، وبعد الغدا على طول هنقعد نكتب الواجب عشان عندهم واجبات كتير.
واقعد اذاكر معاهم شويه. وبعد كده كان عندي غسيل كتير قوي 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 يعني، فدخلت على طول انشر بقى، وكانت الدنيا خلاص ليل هنا بعد صلاه العشاء. هنا بقول لكم ان انا ابن زياد، بصوا ابن زياد بيرمي المشابك من فوق، يعني بيهزر مع اصحابه بالمشابك من فوق، زياد الكبير اللي هو عنده 12 سنه يعني فاهمني. فانا رحت اشتريت مشابك وقلت له على الله اللي هيجي جنب المشابك بصوا هعمل فيه وسوا اخصمه من مصروفكم. نشرت بقى ومساكم سعاده، وده اول فيديو اخدكم كده من الصبح لغايه اخر الليل. نشرت الغسيل ودخلت اديت للولاد شاور ونيمتهم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.